إشارة للقائد إنه إحنا جاهزين للوقوف في هذه المعركة، مش هنفرط لا في فلسطين ولا في سيناء ولا في كرامتنا ولا في مقدساتنا. طيب دي قراءة برضو فعلا هي فعلا مختلفة وقراءة رائعة كما جرت العادة. طيب بتظن انه هذا المشهد يمكن احنا وصفناه انا وزملائي بانه احد عناوين الجمهورية الجديدة او هو عنوان واضح للجمهورية الجديدة، تشوف العنوان ده ازاي يا استاذ سامح؟ اشوفه انه الجمهورية الجديدة بتجري منذ سنوات، يعني عملية بنائها وتأسيسها شغال. العنوان الجديد للجمهورية الجديدة أنها جمهورية مواجهة وجمهورية صمود في مواجهة مخطط مرسوم أدركته القيادة المصرية بوعي شديد جدا في أنه مصر ممكن أن تكون أداة لطعن القضية الفلسطينية والتطبيق، وهذا قد حذف من قاموس السياسة في العلاقات بيننا وبين أي دولة أجنبية موجودة بتحمل من أمريكا أو إسرائيل أو غيره. الأمر الآخر أنه لأول مرة الحقيقة أن الشعب المصري يشعر أنه قيادته بتتكلم بلا استحياء على الصلابة التي يجب أن تكون في مواجهة التطور الصهيوني. منذ سنوات ما سمعناش خطاب عنيف في مواجهة إسرائيل، ولا حاد ولا واضح ولا ثابت. كانت حسابات السياسة بتقول أصل أمريكا، أصل كان بديبت، أصل الاتفاقيات، أصل المصالح، أصل القضايا. لا، المرة دي القضية الوطنية واخدة بعد رائع